سلام الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد وهو الفيديو الثاني في البلايست متاعنا متاع بيتون. اليوم حبيت قبل ما نبدأ في الكود اللي باش نتعلمه اليوم، حبيت نعطي نصايح شوية للأساتذة اللي باش نستعليه على البي سي تاع الواحد، خاطر نعرف قداش هو ماست وصعيب سيرتو كان البي سي متاعك قديم. دونك أول حكاية كان أني هذايا باش نعملو على أنك صبيت البيتون متاعك كل شيء باغ ديفو، يعني ما بدلتش الباث، ما بدلتش حتى شيء، نورمالمون تلقاه كيفي بالضبط بالضبط. كان شنو نقول لك شنو اول حكايه، الدوسي نتاع بيتون باش تلقاه في الادريس هذه. كان تحب تعمل كوبي للادريس، هي جوست تعمل هيك، كنت تنزل البقعة هذه او انت من الادريس تعطيك ادريس كونترول سي باش تكوبي. على كل اني عملت لكم نوت باد باش تعرفوا الفرق. حسب اللي سي حاطين هما اسامي نتاع الدوكيمنتات، كما تقول هنا مثلا اني عندي لاي اللي هي العويان لقبي. بالنسبه للدوكيمنتات اللي سي في العادي يكونوا بوست 15 بوست 12 بوست 1، دونك انتم جوست تحطوا النوم تاع البوست حسب اللي سي بتاعكم، والنوم هذا يقعد كله كيف كيف. اول ما تدخلوا الوحده دي باش ما يكون باش تدخلوا بالضبط، باش تسهل عليكم تحلوا وحده جديده، نجموا جوست تعمل كوبي كل كوبي جوا هنا تعمل كلي، وانك جست تبدل نوع دي بوست بتاعك. انا عندي هنا في حالة لاي تعمل هيك وتدخل هاي يجيبك البقعة اللي حاجتك بها. اول حكاية حاجتهم زوج دوسيات باش نكوبيوهم، هما في اس كود اللي هي ذا في اس كود، والاخر هي البايثون توا حاجتنا بالسايد باكج، خاطر كيما قلنا البيب نجموش تصبوها على السي، هذا كان انت قررت باش تصبها في الدار. دونك حاجتنا مايكروسوفت فيس كود، دونك تاخذ في الكلي اس بي تاخذ هذايا الدوسي هذايا كله، و باي ذا واي الاكستنسيون مش باش يتصبوا معاه، دونك لازمك بعد ما تكوبيهم كي توصل للسي وتحط وتصب الفيس كود نتاعك بالسي جوست تصب لي زكستنسيون كيما علم. بالنسبه للبيتون تطلق فيرسيون نت نتاعك اللي عندك، نورمال كان عندك انت 38 باك ولا 32 كان 32 بيت، دونك تدخل هنا مثلا حاجتنا ندخلو ليب وبتل لوجه دوسي اسمه سايت باكجز اللي هو ذا تو هذا الكونتوني نتاع الدوسي هذا كل حاجتنا بيه اللي هو الحوايج اللي صبيناهم بالبيب. دونك جوست نعمل كوبي للدوسي هذا سايت باكجز ونحطو في البي اس بي نتاعك، ونورمال هذاك هو اللي نحتاجوه الكل. جوست بعدالي تدخل البي سي بتاع نتاعك، تدخل البيثون تاعك، تبدا ديجا صبيت انت البيثون على نتاعك، تدخل هنا تدخل لك تمشي لل سايد باكجز، تلقى فيه هذه حاجه بسيطه على الاخر بالنسبه لي عندك. دونك تاخذ سايد باكجز كنترول ا كنترول سي وتصبوا لهنا كنترول بي، وبنفس نفس الفازه تمشي ذاك سب زيس كود كنترول سي وتحطو لهنا، وكاو يكون معاك الانستالاسيون كاملة، حاجة بسيطة. دونك بعد ما كملنا الحاجة هاذيك توا خلينا ندخلو في البروجرام تاعنا والهدف من الفيديو هذا. أول حكاية حبيت نوريكم طريقة باهية باش تحلو فيس كود، ما بالكم تعلمها لثلاثكم، يعنيكم تعرف تدخل مايكروسوفت فيس كود وتحل الدوسي وكل، تنجم جوست تدخل الدوسي حاجتك بيه هكا وتنزل بوتون دغوا عليه، تلقى بوتون اسمه اوفغيغ افيك كود. اول ما تنزل عليه تحل لكم هذه، وانا كيما تو اسم الدوسي اللي حسنا بيه نعم يوتيوب توتوريال، نعملو دوسي فيشي جديد نسميه مثلا variables ويكون هذا ما يكونش فيه جوست الاكستنسيون تاعي يكون سكيور فقط سكيور. قبل ما نكمل نبدا نكودي، ثم مشكلة نجم تجيكم من الاول، انها تسألكم عن المود باس واليوزر نيم، يعني اليوزر نيم والمود باس بتاعكم ناسكم، خاصة كان انتم تستعملوا سيرفر تي دي سي. دونك جوست الاساتذة اللي جات المشكلة هذيك جوست تحط اليوزر نيم والمود باس نتاع السيرفر نتاعهم، وبعدها ينزلوا على سيف ماي كريدنشالز باش معناها ينجستيو لهم غير ما يقعد يسأل مرة اخرى، ونورمال ماشي تجي تجي. باهي توا خلينا نبداو الكود بتاعنا. اول حكايه لازم نحب نعرفها في الكود نتاعنا هي هو كوموند سهل على الاخر خلينا نبدا فيه، اللي هو يتسمى print
ديجا انتوا في كملوا ويعرفني عليه انتوا من يكون فرق print تحط parenthesis وبدل تحط شنو تحب تكتب اش ما نقصد بنكتب او باش نمو مثلا نكتب هنا hello وبالتالي باش نسيفي نجم نمشي فايل كنترول اس سيف كما نجم ننزل على كنترول اس زوز كيف بعد ما نسيفي نجم نكزكيوت الكود بتاعي كيفاش نكزكيوت ثم احسن طريقه بيتها انك تنزل على المثلث هذا اللي هنا او ما تنزل عليه باش حلك هذه التيرم اللي حكينا عليها المره اللي فاتت وانك تبع الكود بتاعك تكزكيوت به تحب تسكر هذي تنجم تنزل عليه الدكتور ولا هذي خلقش باهي بعد ما كملنا هذي اش معنى يعمل هذي بنت جزء من الاخر الحاجة اللي باش نحطها لك في البارونتيز نتاعي اكتب هذي على الاورديناتور ولا في التيرمينال اليمين هذا توا كما تبصي ترجع بالنسبة للحاجة اللي نجم نحطها هنا مش بالضرورة تكون هكا مش بالضرورة بالابوستروف نجم تكون اي حاجة اما كي تحط حاجة في الابوستروف في بيتون معناتها راهو سترينج اش معناها سترينج هو كلمة كما نقولوا تكست احنا في الفرنسية بتاعنا هنا تكست نجم تكتب اللي تحب هنا وتحطه وتكتبه لك في التيرمينال هنا كما هو بالضبط تنزيد ونتوسع واش معناها سترينج بعد تالي الحاجة الثانية لازم نتعلمها انه الانواع بتاع الفايبس الموجودين في بيتا اكيد ثم برشا اما اهم وحيد هو انت الانت هي من الاخر الانتي تنجم تكون موان 5 تنجم تكون 5 تنجم تكون 0 تنجم تكون 1 اما تنجم تكون 1.1 مثلا تنجمش وانا حاجة انتي هذا كذا ثم حاجة اسمها اخر فلوت اسمها فلوت اللي هي تنجم تكون 1.1 تنجم تكون 0.0 تنجم تكون موان 2.3 تنجم تكون اي حاجة نحبها هذا الفلوت ثم حاجة أخرى ما نتعلمهاش برشا جملة الحق وديجا متعلمتها عندي برشا الكومبلكس اللي يعرف الكومبلكس وقوي كومبلكس هو النمبر كومبلكس يعني مثلا هنا بتعطيني 1+DE اللي يعرف اي مش لازم برشا الحق وما استعملتهاش حتى مرة فاتي أما على كل هوني نجم تعملها باهي شنو عندي آخر عندي سترينج ينزل بالاستيير هي تكتب هيك string اما ننظرها باستيار هي ايش معناها معناتها مجموعة كاركتير ولا تكست ولا جملة اللي تحب تسميها ABCD نجد تكتب اللي تحبها به بالنسبة للسترينج كيفاش نوزولها نجم تنوزلها بدوز ابستروف هنا اللي هي بوتون 3 في الكلافي كما تنجم تعمل بوتون 4 اللي هي ابستروف 1 اما المهم يكونوا نفس الشيء يعني نفس الحالة بيه نفس اللي تسكر بيه ثم طريقات أخرين أما تنشوفهم بعد نزل أفنسي شوية بالنسبة للحشن بيتا بهذا بالنسبة للفايبلز أغلبيتهم باش نستعملوا هذوما ثم أكيد بولين اللي هي نزولها ببول يكتب أما نزولها ببول هي تنجم تكون يتو ولازم التي ماجوسكو ولا فالس ولازم الاف ماجوسكو تنجم تكون هذا تو نجم نوزلها زادا ب1 كما يقراها الاورديناتور والفاس نجم نوزلها بزيرو نجم تستخيلها كأنها قرص نتاع ضوء القرص نتاع ضوء نجم يكون يا محلول يا مسكر هذا اش معناها تو فاس تو معناها قرص هذا محلول الفاس القرص هذا مسكر ثم حاجة أخرين كما ليست ثم ديكسيونير ديكت ونزل ديكت ثم سيتس ثم توبلز ثم برشا انواع متاع ديكت اما احنا نزلنا مش مستعرضونهم توا باش نتعاملوا مع الاربع انواع هذوما الكومبلكس حق ما نحتاجوهاش نحاها باش نتعاملوا ديما مع هذوما بالنسبه للشار الكاركتر ما ثماش مشكل في البيتون كيما في باسكال باش ننتقلوا للمرحله الجايه لازم نفهموا ديجا العنوان بتاع الفيديو شو معناه الفاريبلز الفاريابل كما اسمها كما جسمها هي تحتاج مجموعه من الحوايج اللي تميزها واول حكايه هذه هي الاسم
اسمها فما ريستريكسيون على الاسم نتاعها، اما اغلبيتهم مش باش تلقاو ريستريكسيون. اللي مثلا تنجم تسمها ا كيما هيك، تنجم تسمها اتوم دو هاد، تنجم تسمها بكلمه كامله مثلا دوبي كما تجو دوبي ولا حكايه كيما هيك، تنجم تنزلها بافش حكايات. اما في بال مثلا تنجموش تبدلها برقم مثلا كيما هيك، نجمش تعمل هذه ما يقراهاش البي سي، لازم نجم تعمل هيك زادا اما المهم ما يبداش برقم اسم الفاريابل نتاعك. حاجه اخرى التومز الفاريابل التيب نتاعها هي نفس اللي لقيناهم بك، اللي هما انت فلوت بولين سترينج، هما بس الاربع تيبات اللي نستحقوهم توا. بالنسبه للبيتون مختلف شويه باسكال، انك ما تسحقش سبيسيفي التيب نتاع الفاريابل نتاعك. اش نقص بك هكا مثلا في اللغات الاخرى لازم تقول انت هكا، وبالتالي تحط ا اسم الفاريابل وبس تحط الفالور نتاعو كيما في سي بلس بلس و سي. اما في البيتون ما تحتاجش، نجم تكتب ا وبالتالي حسب الفالور نتاعك تعرفهم هو واحد وحده التيب نتاع الفاريابل. باش نحطو الفالور للفاريابل هذايا، اسهل حاجة انك تكتب ايجال، هي حاجة بسيطة على الاخر، وبعدين تحط الفالور متاعك اللي ينجم يكون انت، ينجم يكون فلوت، ينجم يكون ستانك. كان نحب يكون ستانك جوز نعمل ابوستروف كما عملنا بكري، ونكتب مثلا هلو كيما هكا، ونسكر الابوستروف متاعنا. وطبعا لات الار متاعنا الفالور متاعها اللي هي تريفيريلو هي الهلو، خاطر تنجم تتخيل مثلا كان في باسكال، وكل هذه خصيتو زاد كلامي للأساتذة، في باسكال الفاريابل تنجم تتخيل جوست صندوق اسمه ا وفيه الفالور هذا اللي هو هلو كيكولا. في بيتون مختلف شوية، بيتون مش هكاك، بيتون نجم تتخيل عندك ان فالور اللي هو هلو هلو، وعندك اسم فاريابل اللي هو ضيع يرفيريلو يرفيريلو. اش معنى هذه؟ معناها كي تقول لي ا نقول لك هلو، مش صندوق اسمه ا وموجود فيه الفالور. هذه في حاجات نستحقوهاش توا برشا، اما سبتوه بعتالي تنستحقوها. الحاجة الأخرى تنجم في عادة تكون هلو كما قلت لكم، تنجم تكون مثلا 35 اللي هو انت، ينجم يكون مثلا 35.5 معنى فلوت، ينجم يكون بولين مثلا ترو، ونجم يكون اللي نحبه. وهذا توا نورمالمون اللي باش نسحقوه توا، دونك خلينا نرجعو للكود نتاعنا. دونك في بيتون ما نستحقو حتى شي باش نبدا الكود نتاعنا، جوست نجم نبدا نكتبو توتو، نحطو مثلا كيما قلنا هنا ا ايكال هيلو، وديجا تتبع الابوستروف انو يتحلي وتسكر لي واحد، خاطر قاعد نستعمل في تويتر. دونك هذاك علاش قلت لي سهلكم على برشا حوايج كنت حابو تعملوها وحدكم، انا جوست عمل هكا هو تعمل يسكرهولكش، تكتب هلو نتاعك وبعد تسكر وحدك. اماني عندي هذا يسهل لي برشا حوايج. باهي توا باش نشوف الفالور نتاع ا، تاك اوكي عملنا بكري فرنت وكتبنا هلو فرنت هلو، تعرف نولي في عاد نكتب فرنت هلو باش نكتب الفالور اللي يرفيري للهلو اللي هو ا. طيب كان نعمل السيف، نعمل السيف كنترول اس، ننزلو اكزيكيتي، تتراو هنا كتب لي هلو رغم اني ما حطيتش هنا هلو، اما كتب لي هلو. هنا كما قلنا زادا نجم تحط برشا دي فالور، هنا مثلا تجم تكتب 35 وبعدين تعمل print ا وتسيفي، تشوف هنا تتلقى 35. ثم حاجة أخرى تنجم تعملها لواحد غير، مثلا نجمو نبدلو الفالور اللي ريفيريلو
الفاريابل هذاك، مثلا كان عندك ا 35 في اللي ا مثلا 40، وبعدين تاو كي نعمل بنت ا بنت ا مش باش يجيني 35 باش يجيني 40. علاش؟ خاطر هذه حاجة يختص بها بيتون انه يقضى من الاول للاخر. دونك شو باش يعمل هو؟ باش يحط ال ا من الاول ايكال 35، وبعدين يعوضو هذايا يقول له راهو ال ا راهي 40، تقول لك يبدلها فص هذه يبدلها 40. دونك نعم بعد البنت ا في ياخذ اي بنتي دي الفالور الاخراني اللي خذته ال ا اللي هي 40. دونك هذاك علاش قلنا 40. حاجه اخرى نجمو نعملها وهي احسن، انه نجمو نبدلو مش الفالور برك، نجمو حتى نبدلو التيب اصلا نتاع نتاع الشيء هذا نتاع الفاريابل. مثلا كان هو هنا شنو كان انتي ولا نجمو نردو فلوت مثلا نعملو 35.5. طب كان بنتي والآ متاعنا نقاو 35.5 رغم انه مش نفس التيب ومش نفس الفاليو هذا، انه عادي على الاخر بيتون ميقلقوش نجم يبدلها، ودي حاجة تختص بها هذا بيتون. نجم نقول حتى مش ارقام برك، نجم ردها سترينج مثلا هلو وورد، نعمل كنترول اس ونيكزيكيتي نلقى هيلو وورد، رغم انه هذا سترينج وهذا 35 يعني كومبليتمون ديفيرون، انه ما يقلقوش الجملة. طيب هذا نستحقوه وهي حاجة دي مهمة على الاخر، معناها نسوي اغلبيتكم تعرفها. نجم زادا مش حتى هيلو وورد والسترينج، نجم يكون زادا كما تحط لكم بوليان تفو، لكن نعمل فنت ا شغالي تفو بالضبط. حاجة أخرى بس تستحقها في حياتنا وفي إكزرسيتنا برشا على الأخر، هي حاجة اسمها البرميتاسيون. ثم أنواع من البرميتاسيون، أما أكثر واحدة معروفة هي اللي باش نوريكم تو. استخيلوا عنا إنست سترينج مكتوب سترينج الفاليو متاعه يعني سترينج أ محطوط في الفاريابل أ، string b الفالور نتاعو string 2. كيف نحب اني تو نبدل الفالور نتاعو الاول ب، يعني string 2 تولي ريفيري لها ال a و string b ريفيري لل string 1، يعني نقلبها permutation. كيفاش نعمل الشي هذا؟ نبغي نجم واحد يقلك ما هو سهل على الأخ، حط لك A إيجال B وبعدين B إيجال A. راح نجربه الحل هذا، نعمل كما مستنسين string A و B إيجال string string سمحوني شوف نسيت الأبوستروف في فريق هو كملوا ليش string 2، وبعدين نعمل A إيجال B و B إيجال A. طيب نعمل بنت A وبعدين نعمل بنت B، وزيت تلاحظوا انه يعمل لي معناه ينقز لي ستار وحده وحده يفهم بيتون ما غير متعمل وايت اللان كما في اسكال تترى انه كتب لي string 2 و string 2. علاش يعمل لي كيك؟ سهل برش، خد اني كعملت هيك شوف ترى البكري كان ال A يفير لي string A يفير لي string A والبي تفعل string 2. كعملت A إيقال B شو عمل لي؟ وليت الـ A تفيري للفالغ اللي تفيري للـ B، يعني الـ A وليت معش معش تفعل string A تفعل string 2. بهيش؟ يعني من الأخير string A متاعنا كما نقول احنا ضاع، حدا حد معش يعرفه. دونك نعملو احنا B إيقال A ال B تمشي للفالور اللي تفيري ل A، ال A تفيري تاوة جديدة ولا string 2، دونك تقعد تفيري string 2 هيك. وهذاك علاش هنا طلع لي string 2 مرات. طيب نجم واحد آخر يقولك أي مش هذاك حل ماست، أو باش نعطيكم حل لأني سيدي أحسن منه برشا. نحط A إيكال temp، temp نقصدو بها temporaire، نجم تعملها X نجم تعملها اللي تحب، ونسمي مثلا هذا A، و B إيكال temp دو. وبعد نعمل A إيكال تم دو و B إيكال تم A
واني تحلت المشكله تاع خنجر وتحل هذا نعملو تمب ايجال كده وتمب اوكي ايجال بي باهي تو كي نعمل ا ودوها تمب 2 وهذا بدات تمب ا كي نعمل تا بنت أ بي تلقاو إنه وحدة ولا سينك دو سينك أن كيما حاجتنا بالضبط. بون تو هذا الحل هذا صحيح وجاوبي. المشكلة هنا عملنا دي فاريابل كيما تبع. بون صحيح مش ديما إنه كل ما نزيد فاريابلات كل ما أخيب. أما في الحالة متاعنا هنا وي سي جوست. خاطر ما نستحقوش دي فاريابل كان تجي وتشوفو نستحقو جوست أن فاريابل برك. وتو نوريكم علاش. نستخيل توا ولا عنا ماش او بي برك ولا عنا تمب ا معاها نحطو هنا تمب من غير نسمي ا تبع نسمي هيكا وهو يساوي للفالور نتاع ا باهي دونك هنا طريقة أخرى مادام يساوي لل ا خاطر عملت هنا تمب إيكال ا تولي تمب يساوي لهذي سترينج ا هنا ماهيش دونك كي نعمل اني a ايجال b ما هو ال a فتولي ما عادش تفاعل هذا يتفسخ ال a تفاعل string 2 اما string a شفته هنا عنده سهم خارج منه دونك عندنا شكون يفاعل وماذا عندناش دونك بس تحفظنا عليه تاو كي نعمل b ايجال temp كي من هكا البي باش نشوف الفلاغ اللي في التمب اللي هو string a دونك باش تمشي هيك بوم وانا كي نشوفو توا سيولي عندنا ال a في string 2 والبي في string a تو نجربها اللي هنا قلنا ماش حاجتنا الواحد يولي هنا نحطو جوست بي وهنا هذه التمب طبعا نشوف النتيجة متاعنا كيما ترى ولا سترينج 2 سترينج اب نفس الحكايه وانا كيك نكون استخدمنا واحد برك الطريقه هذه اسمها بريمتاسيون وباش نحتاجها في برشا اكزيسات دونك نهضر بيكم تحفظوها على الاخر ثلاثه سطور هذوما تحفظوهم بالباهي 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 خاطر نحتاجوها برشا مرات وديجا هي نفس الشيء في باسكال دونك اغلبيتهم نسوا الاستاذه قبلها لكم تنتعلموا الداتا فايبس كيما لس وكل اما مازلنا مش توا مازلنا مبتدئين نمشيو دبا دبا تنجوها من الشيء هذوك من بعد دونك عايشكم خد كملت الفيديو للاخر وبسلامة نسلكم.